حاجه اللي بغيت نقول لكم، احنا كفنانه مغاربه جينا باش نسيبورتيو الفرقه ديالنا، واخا حتى حنا بغينا نحضروا الماتشات قبل ما اننا نجيو، اننا عندنا كونطرا ديال العمل اننا نخدموا هنا، ودرنا الطلب ديالنا للجامعه بحكم اننا كنحملوا بطاقه ديال الفنان تابعين لوزاره الثقافه، قلنا لا تكون شي شراكه وكم كوا اننا نحضروا الماتشات. لحد الان اننا حنايا من اول جمهور وصل هنايا، تقريبا جينا في الاول ديال الشهر قبل ما تبدا التظاهره، ولحد الان باقي ما حضرنا الثمن ديال اللي تيكي في السوق السوداء، ثمن خيالي، ودابا حتى في السوق السوداء. هذه هي البطاقه الفنيه راه الدراري، فهمتيني؟ انتم كنتوا باقي بطاقه فنيه، نحاولوا نشوفوا هذا النوع تاع الفن، نعطيكم سباس الدراري، نعطيهم سباس وغادي لقطه وسنعود، نبقاو معنا باش انا نشوفوا مشكل. اذا اخواني الكرام، من بعد ما انا وصلنا غادي نحاولوا نشوفوا هذ الاخوان بطريقه اللي غادي نشوفوا هذ الطريقه اخواني اللي جاوا. اذا ودائما نطالب من المسؤولين التدخل الفوري كما شفنا. ديما المغرب ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.